يوافق اليوم الاحتفال العالمي للتوعية بمرض الزهايمر، وهو واحد من الأمراض الأكثر شيوعاً ويؤثر على الذاكرة وعلى التفكير وعلى السلوك. هذا المرض لا يصيب المريض به بحسب، بل يعني ممكن يصيب أسرته بشكل كامل، بحيث أنهم يتأثروا بالحالة المرضية اللي يعاني منها مريض الزهايمر. عشان كده اليوم راح نشارك في هذه التوعية بالأمل. حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، نرحب بضيوفنا أول شيء عبر سكايب مع الأستاذة رؤى مليباري، مدير التثقيف الصحي بالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وضيفتنا في الاستديو مريم المباركي ابنة مريض زهايمر. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بك يا مريم، نورتينا، حياك الله. أهلا وسهلا. في البداية خليني أقول نورتينا اليوم في الاستديو، لو تسمحي لي أوجه سؤالي إلى الأستاذة رؤى حتى نتكلم شوي عن موضوع التثقيف الصحي لمرض الزهايمر. في البداية خلينا نتكلم على أهمية اليوم العالمي للاحتفاء بالزهايمر حتى نرفع الوعي حول هذا المرض وطريقة التعاطي معه. تفضلي. أهلا وسهلا فيكم. صحيح، هو اليوم احنا نحتفل يعني كل دول العالم وجميع القطاعات والمنظمات بهذا الحدث السنوي اللي هو بيكون في شهر سبتمبر بكل عام. حقيقة احنا كجمعية نحتفل بشهر عالمي للزهايمر تضامنا مع منظمة الزهايمر العالمية. طبعا احنا نهتم بهذه القضية الإنسانية اللي تخص يعني أغلى فئة على قلوبنا، أمهاتنا أبائنا، نهدف فيه لرفع مستوى الوعي عن المرض، أبعاده، المراحل اللي يمر فيها المريض، وأيضا هي تكون فرصة لنقدم يعني لو شيء بسيط للدعم والمشورة لمرضى الزهايمر وذويهم. نعم، لو نتكلم عن الأعراض الرئيسية لمرض الزهايمر أو خلنا نقول العلامات اللي ممكن أنه الشخص يحسها في مصاب الزهايمر. احنا خلينا نتكلم بداية، الوعي هو دائما هو الخطوة الأولى، نقول يعني اللي مفتاح أي علاج، وخدمة الأشخاص المصابين في هذا المرض دائما نحاول نخفف العبء على مقدمي الرعاية. يعني مهم جدا نعرف الأعراض اللي تساعد في كثير في ابطاء تطور المرحلة، نقدر نسيطر على تدهور المرض من خلال المراحل الأولى الأخيرة. في طبعا احنا نقول هناك 10 علامات اللي هي الشائعة اللي احنا ممكن نعرف بداية إصابة المريض، يعني تكون صحيح تبدأ بنسيان، ضعف في الذاكرة، والمهم هنا نتكلم عن يعني تشتد الذاكرة القديمة، يعني يكرر تفاصيل الذاكرة القديمة. كمان يصير عنده خلط ذهني بين المكان الزمان، تغيرات في المزاج، تكون شخصيته شوية حادة، في تصرفات يعني غير مألوفة بيسويها، في كمان يعني يصير عنده عزلة اجتماعية، ما يقدر يكون جملة بسيطة، يصير عنده صعوبة في إن هو يختار كلمات مناسبة خلال الحديث، يصير عنده هلوسة بصرية، مشاكل مع الصورة البصرية، حتى هلوسة سمعية، ممكن يسمع أشياء إحنا ما نكون نسمعها. فهذه التصرفات اللي هي تبدأ والأعراض اللي هي تبدأ مع مرض الزهايمر. طيب اسمحي لي أستاذ رؤى، رحب مرة ثانية بضيفتنا في الاستوديو، رحب بك مريم. خلينا في البداية نتكلم عن الوالد، إيش هي أول العلامات اللي بدأت تلاحظيها عليه؟ والله هو في 2001 سبتمبر 22 بدأ الوالد ينسى، عنده نسيان، الهلاوس الكثيرة. قبلها ما كان في أعراض؟ لا أبدا، الحمد لله كان عادي، مارس وضعه بشكل طبيعي، ما كان فيه الحمد لله ولا شيء. بس في الشهر هذا اللي هو يوم 22 سبتمبر 2001 بدأ الوالد يتغير معي، يهلوس كثير. أوقات الهلوسة؟ الهلوسة يعني يتكلم كلام ويقول لي، يقعد يقول لي في شفت شيء تحت السرير، طفل انتبهي. فأنا لاحظت، قلت أكيد أن أبوي ظاهر أنه عنده زهايمر بحكم عمره أنه 93. بعدين أنا ما كنت جازمة يعني أنه زهايمر، قلت خليني أتأكد من المستشفى. بدأ عرفت ينسى أوقات الصلاة، هو ما شاء الله من النوع اللي محافظ على صلاته في المسجد، طبعا الكلام هذا قبل ما يصير مشلول مقعد سريريا. فأنا أجي أذكره بعد ما صار مقعد سريريا، أبوي يلا الصلاة، صلاة الظهر مثلا يصلي وهو على السرير. بعدين أنا اكتشفت يوم أقول له أبوي أذن الظهر صلي يلا، أنا أوقف عند رأسه، يبدأ في الصلاة ويسكت، يقول وش أصلي؟ قلت أبوي صلاة الظهر. فلاحظت عليه كثرة نسيان أوقات الصلاة، ينسى عياله، خواتي يجون عيالهم،
أبوي هذه مين؟ يقول ما أدري. أنا أحياناً وأنا ملازمتها 24 ساعة أقعد عنده. أبوي عرفتني أنا مين؟ يقول لا أنت مين؟ والله الصراحة أنا تعبت معها أول شيء لأني ما كنت متأكدة، كنت عارفة إن الزهايمر يعني الواحد ينسى يفقد الوعي شوي، بس ما كنت متأكدة إن زهايمر. بعدين أبوي تعب فجأة وديت المستشفى مدينة الملك فهد الطبية، كان عنده التهاب حاد بكتيري في البول والدم. شلته وديته، يوم وديته قعدت أتكلم مع الدكتور هلاوسة كثيرة وكذا، أنا قلت يا دكتور أنا شك أن عند الوالد زهايمر. قال مو مشكلة، بنطلب أطباء مختصين ونشوف، بس أهم شيء الحين الالتهاب يعدي. طلبوا أطباء نفسيين لكبار السن اللي هو الدكتور عبد الرحمن الوهيبي، وجاني وعلمته، قلت له يا دكتور هلاوسة كثيرة في الليل وينادي ناس أنا ما أعرفهم، يروح الزمن الماضي الوراء، أمي متوفية الله يرحمها هو يناديها. أقول له أبويا أمي الله يرحمها توفت، يقول لي لا ما توفت شوفيها واقفة. فأنا صرت أخاف، يوم نفسيتي مرة تعبت، يوم أكلم الدكتور عبد الرحمن يا دكتور صراحة أنا خايفة أبوي كلام حقيقي، يقول لي لا يا أخت مريم الوالد عنده زهايمر بس خلينا نسوي له أشعة مقطعية ونشوف. قلت طيب. دخلوا أشعة مقطعية للرأس، اكتشف أنه عنده تجلطات في الدماغ أكثر من جلطة، لأن الوالد كان سبحان الله أحيانا مو على طول يدخل المسجد يصلي، يجي حالة إغماء لأنه مريض قلب، مريض سكر، مريض ضغط، فيطيح على راسه، ما كان يهتم يقوم يعني زي اللي يغمى عليه ويرجع. فقال له هذه بسبة التجلطات. تأكدت أن الوالد عنده زهايمر. طيب كيف تتعاملون مع الوالد يعني بشكل بسيط مريم؟ يعني يمكن في البداية ما كان عندكم الوعي الكافي، فكيف يعني وعيتوا أنفسكم الناس اللي في البيت؟ كيف التعامل؟ يعني هل لما يغلط مثلا في أسماء أحد أفراد الأسرة تصححوا له، تقول له مثلا أنت كيف تشوف؟ يعني كيف طريقة التعامل في المنزل بالعالم؟ والله يا حبيبتي طبعا الوالد بحكم ظروفه عندي في البيت ما في إلا أنا وزوجي، خواتي يجوني كل ويكند، فأنا طبعا فهمتهم قلت لهم إذا شفت الوالد لا تقولوا لا ليش يا أبويا ما تعرفني أنا مين زي كذا، لأني أنا قريت، أنا دخلت على جوجل وقعدت أتثقف عن الزهايمر، يوم عرفت أن الوالد عنده حالة زهايمر دخلت وقريت كله علشان أني ما أظلم أبوي أو أني أضغط عليه. ففهمتهم قلت اللي يجي عند أبوي ولا يقعد يسأل أنا مين أنت مين، حتى لدرجة الأكل أقول لأبوي أنا أكلتك الحين، يقول لي لا ما أكلتيني، أضطر أني أعطيه مرة ثانية، ما أقعد أجادل. الجدال معهم صعب مرضى الزهايمر الصراحة. صحيح صحيح. عموما احنا نتمنى يعني الله يكتب اجرك والله يشفي ويرفع عنا ان شاء الله. آمين. ويجعل ما اصابه تكفير، لانه فعلا زي ما ذكرت رؤى في البدايه انه خصوصا مرض الزهايمر يعني مو مثلا زي الامراض العضويه انه يشتكي منها المريض ويحس بالالم، فهو مرض يصيب العائله كامله ويعني يؤثر عليهم بشكل كبير. مريم انا اشكر واحيي فيك شجاعتك وقبولك دعوتنا اليوم، شكرا جزيلا. حبيبتي تسلمين تسلمين، والله ما قصرت، وأحب أشكر جمعية الزهايمر على دعمهم لي، وأشكر الدكتور عبد الرحمن الوهيبي بعد على دعمه لي، وأنتوا بعد الله يجزاكم خير. شكرا جزيلا وشكرا لقبولك هذه الدعوة. حبيبتي تسلمين، ألف شكر لكم. شكرا لك. عودة لرؤى مليباري أكيد عبر أسكايب مدير التثقيف الصحي بالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. يا أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذة رؤى معنا. يا أهلا وسهلا فيكم. يا هلا والله. يعني يمكن سمعتي أستاذة مريم وعن حالة يعني خلينا نقول موجودة كانت عندنا هنا في الاستوديو وتكلمت بطريقة جدا مؤثرة، فكيف يعني لو بنربط هذا المحور أو هذا الكلام أنه كيف يؤثر مرض الزهايمر على العائلة والأبناء والبنات واللي موجودين يعني في البيت؟
صحيح، أنا ممكن أقولها باختصار، يعني مرض الزهايمر يصيب العائلة أكثر من المريض نفسه سبحان الله، لأنه هو له دور كبير في التأثير على الأسرة بالكامل نفسيا اجتماعيا. يعني تبدأ إن أول المجتمع ما يتقبل المرض في حد ذاته كمشكلة، لأنه أنت بتتكلم على عمود البيت له دور كبير في التأثير على عائلة كامل، فبالتالي أسرة المريض تكون هم أكثر عرضة للتوتر الاكتئاب، يعني هم بيشوفوا أعراض بيفقدوا السيطرة أو يفقدوا الأمل إن المريض ممكن ما ترجع ذاكرته، ويكونوا هم على أمل إنه ممكن يصير أفضل أو ممكن يعني ترجع ذاكرته يفتكرهم، شايفين تغير في حالته، شايفين إنه هو صار اعتماده كلي على الأهل في أداء الوظائف اليومية، يعني هذا بحد ذاته بيسبب لهم تعب، يعني عبء مو بس حتى نفسي أو جسدي حتى اقتصادي. تقبل المرض على إنه هو شيء عضوي وما هو نسيان هذه جدا صعب، يرفضوا تقبل الحالة في البداية، يعني يحاول تحسيهم الأسرة في البداية يحتوي المشكلة على إنه نسيان طبيعي زي ما تفضلت أستاذة مريم إن هو كبر في السن، لكن بعد تقدم المرحلة يشوف إنه الزهايمر ويدرك الأعراض الجديدة يبدأ هنا تعرضهم للتوتر النفسي، وإنه الشخص كبير الأسرة صار بهذا الشكل يصير تغيير كبير في نمط حياة جميع أفراد الأسرة ويزيد الإحساس بالمسؤولية. واضح، يعني زي ما كنا بنقول دائما وابدا، يعني سبحان الله مرض الزهايمر يحتاج الكثير من الوعي والتثقيف وطريقه التعامل مع المرضى المصابين بهذا المرض، ومهم جدا يعني الاسر انها دائما تستشير وايضا تبحث عن المعلومه الصحيحه. انا اشكر تواجدك ومداخلتك اليوم معنا رؤى مليباري، مدير مثقف صحي بالجمعيه السعوديه الخيريه لمرض الزهايمر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نطلع فاصل سريع، من بعد نرجع نكمل.